وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك زميل مصطفى ميزار مراسل التلفزيون المصري لنقل صورة أحدث ما وقع في جلسات النقاش اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في متابعة حية ومستمرة لجلسات وأصداء وما يدور في أروقة جلسات الحوار الوطني. جلسات الحوار الوطني والتي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في العام الماضي 2022. هذا المؤتمر وهذا الحوار والذي يأتي تحت شعار مساحات مشتركة وأن الخلاف والاختلاف لا يفسد للوطن قضية، الكل هنا مجتمع تحت هذا الشعار وهذه المظلة وأن الجميع متبار في قضية وفي إبراز ما لديه حتى يكون الوطن في الصورة المثلى. اليوم كان النقاش حول قضيتين رئيسيتين، القضية الأولى متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، القضية الثانية بحرية وتداول المعلومات، وكان التمثيل النقابي على المستوى الراقن سواء من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وبعض النقابات الأخرى، بالإضافة إلى تمثيل من كافة الأحزاب والقوى السياسية. الكل هنا سواء الآراء متفقة أو مختلفة، الكل مجمع على أن هذه القضايا ملحة وأنية ويجب أن تكون هناك حلول جوهرية وجذابة وأن تكون الحلول متاحة للجميع بحيث يكون الجميع مشارك في هذه الحلول من أجل الوصول بهذا الوطن إلى مصاف وإلى بر الأمان. الكل هنا مشاهدينا الكرام مجمع على أن هذه القضايا يمكن أن تحل، بالإضافة إلى المحاور الأخرى والتي تم التناقش فيها في الأسابيع القليلة الماضية سواء في المحور الاقتصادي أو في المحور الاجتماعي، لكن قضية اليوم متعلقة بالمحور السياسي ومتعلق بتداول وحرية المعلومات وبالشفافية وبكيفية الحصول على المعلومات دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي ودون الإخلال أيضا بحرية الفرد في الحصول على المعلومات التي أقر الدستور حق المواطن المصري في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ومن مصادرها الصحيحة. بالطبع سنتابع معكم في خلال الأيام القليلة القادمة التغطية المستمرة والحية لنا في التلفزيون المصري للمحاور المختلفة والمتنوعة سواء في المحور الاقتصادي أو في المحور الاجتماعي. كل الشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام، محدثكم مصطفى ميزار من داخل أروقة جلسات الحوار الوطني.